أعرب العقيد ركنس الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد القوات الخاصة عن أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والفريق ركنس الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي بمناسبة فوز فريق الحرس الملكي البحريني بلقب بطولة الملاكمة العسكرية إثر تغلبه على فريق الجيش البريطاني بنتيجة 6-2 في البطولة التي أقيمت في المملكة المتحدة. كما هنأ عقيد ركن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة معالي المشير ركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، مضيفا سموه أن هذا الإنجاز هو انعكاس للدعم اللامحدود الذي يوليه جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه للرياضة البحرينية وجهود سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في دعم الحركة الرياضية، واهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ومتابعة معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة لكافة الرياضيين من منتسبي قوة دفاع البحرين. وأشاد سمو الشيخ خالد بن حمد بهذا الإنجاز الرياضي الذي يعكس التطور الكبير لرياضة الملاكمة البحرينية وما وصلت إليه الرياضات القتالية بشكل عام من تقدم واضح، متمنيا سموه لفريق الحرس الملكي المزيد من التقدم والنجاح.